السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. حياكم الله. رغم انجلاء غبرة القرارات الدولية اللي ألزمت تركيا بالتعامل مع بغداد بشكل حصري فيما يتعلق بتصدير نفط الإقليم، غير أن الجارة الشمالية ما زالت تتجاهل دعوات استئناف تصدير نفط الشمال عبر خطوطها الحيوية لأسباب ليست ذات أسس متينة، لكنها تقرأ ضمن مقاييس الابتزاز لإسقاط بغداد الغرامة اللي فرضتها المحكمة الدولية. وأمام معطيات تعنت أنقرة في بث الروح مجددا في الخط الاستراتيجي، ربما تبحث بغداد عن خطوط بديلة كأن تكون سوريا أو الخليج لتفادي المزيد من الخسائر الناتجة عن توقف التصدير. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فإن طهران بعثت برسائل التعاون للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال إتاحة فرصة زيارة المفتشين الدوليين لمواقع البرامج النووية، بما يحقق الشفافية ويرفع من الضمانات المتصلة بهذا البرنامج، غير أنها ترفض الاتهامات الجاهزة اللي تطلقها جهات معينة والكيان الإسرائيلي، وتهدف من خلالها لتوسعة التصورات الخاطئة وغير الواقعية بشأن الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية، إلا أن هذا التعاون مشروط بالمشاركة وضمن نطاق الحقوق والواجبات أيضا. مشاهدي هذين الملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضلوا البقاء ويانا. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة في هذا الملف. أرحب بضيفي الكريمين الدكتور هيثم الخزعلي الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي، حياك الله دكتور هيثم. الله وسهلا. حياكم الله. وكذلك ينضم معي عبر سكايب الأستاذ وفاء كريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني من أربيل، أهلا ومرحبا بكم ضيوفا كرام. دكتور هيثم، رغم أن الأمور واضحة وجميع الأطراف الداخلية يعني سلمت بتصدير النفط العراقي لشركة سومو الوطنية، لكن المشكلة أن تركيا لا زالت تتجاهل طلبات العراق لاستئناف تصدير نفط الإقليم. ابتداء أرحب بك وبضيفك الكريم وجمهوركم الكريم. الحقيقة أنه تركيا تتعنت في موضوع استئناف تصدير النفط وتفرض شروط، من هذه الشروط ورفض مبلغ الغرامة الذي فرضته المحكمة الدولية وهي 1,471,000,000. والشرط الثاني تريد أن يباع النفط لتركيا ب 19 دولار حسب الاتفاق الذي كان مبرما مع حكومة الإقليم، لكن هذا الاتفاق هو باطل ويخالف اتفاقية العراق مع تركيا عام 73 وألغته المحكمة الدولية. مسألة عدم استئناف تصدير النفط تسبب بخسائر لتركيا كما تسبب بخسائر العراق، وأنت تعلم أن الوضع المالي في تركيا والاقتصادي بشكل عام ليس بالوضع الجيد، وأن هناك هبوط في مستويات الليرة التركية مع ارتفاع معدلات التضخم. بالتالي أعتقد أن هناك محاولات في الأيام القادمة، وفد ربما من الحكومة العراقية مع إقليم كردستان، يذهبون للحوار مع تركيا حول هذا الموضوع مع البحث عن بدائل أخرى وخطوط جديدة من أجل أن يستأنف تصدير النفط منها. معظم النفط يعني 400,000 برميل تصدر من كردستان و 80,000 تصدر من كركوك، بالتالي من الممكن للعراق أن يحصل على خطوط بديلة أو وسائل بديلة من أجل تصدير نفطه في حال تعذر التصدير من الشواطئ التركية وميناء جيهان التركي. طيب مجددا حياك الله أستاذ وفاء. نتساءل عن تركيا بهذه المماطلة ماذا تريد؟ يعني
هل قصدها ابتزاز بغداد لدفعها إلى إلغاء الغرامة اللي فرضتها المحكمة الدولية على أنقرة واللي بلغت 1,600,000,000 دولار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لحضرتك، تحية طيبة للضيف العزيز لجميع مشاهدين قناتكم. طبعا احنا حاليا هسه نمر خلال شهرين كاملين والشركة السومو هي لم تستطع تصدير النفط لإقليم كردستان، لأن اتفاقية 4 نيسان بين رئيس حكومة إقليم كردستان والسيد محمد شياع السوداني تم تسليم النفط نفط إقليم كردستان كاملا إلى شركة سومو، والآن شركة سومو هي التي تتحمل المسؤولية بتصدير نفط الإقليم عن أي طريق. يعني هناك طرق أخرى، هناك بدائل أخرى، ولكن تركيا أول مرة هي ما طلت كثيرا، لأنها لا أيضا هي غير مقتنعة أساسا بالمليار و 400 مليون دولار اللي طالبها العراق، لأن هي أيضا عندها بعض الدعاوي ضد العراق وتطالب ببعض الأموال. المهم حاليا هناك أعتقد تفاهم من الجانب التركي. الآن هم يتحججون بأن هناك ضرر حصل على الأنابيب عبر الميناء إلى ميناء عبر الأراضي التركية بسبب الزلزال الواقع، وأن الأمور هي أمور فنية فقط. وهم آخر كلام مثل ما قال وسيزورون هناك وفد نفطي فني من تركيا سيزور بغداد، أو بالعكس وفد كبير نفطي فني أيضا يزور إلى تركيا للتأكد من هذا الموضوع. لأن بالنهاية الأتراك أدركوا بأن الحكومة العراقية هي سوف تستعد لتصليح خط أنبوب كركوك بانياس الذي يستطيع أن يصدر 700,000 برميل نفط ومسافة 800 كيلومتر، وهذا سيكون بدل الأراضي التركية. طيب دكتور هيثم، هذا التعطيل ايش قد راح يسبب بخسائر اقتصادية للعراق، خاصة وأنه احنا نقترب من نهاية الشهر الثاني لتوقف خط التصدير؟ يعني ما ينتجه الإقليم 400,000 برميل، بعض الاقتصاديين وإن لم أكن متأكدا من الرقم يقدر الخسائر بمليار دولار شهريا بتلحق بالعراق، وهذا ربما يضاعف من عجز الموازنة. لكن أعتقد أن ارتفاع أسعار النفط قد يعوض هذا العجز، خصوصا بعد ورود أخبار بأنه ممكن أن يصل الجمهوريين والديمقراطيين لاتفاق برفع سقف الدين، وبالأمس وصلت أسعار الخام إلى 77 دولار، أي أكثر مما محسوب بالموازنة العراقية ب7 دولارات، وأتوقع بالأيام القادمة سوف يرتفع. المهم أنه نجد بديل آخر عن تركيا في حال تعذر تصدير النفط إليها. نحن لدينا بدائل كثيرة، سواء طريق بانياس كما ذكر ضيفك الكريم على السواحل السورية، وممكن أن ينقل أيضا إلى الجنوب، ونتمنى أن يقوم العراق بتفعيل خط استراتيجي إلى المملكة العربية السعودية والبحر الأحمر وميناء المعجز، التي هي كل هذه أملاك عراقية وضعت عليها الحكومة السعودية اليد أثناء فترة الجفاء بينها وبين النظام السابق. بالتالي نتمنى مع تحسن العلاقات بين البلدين أن يتم استثمار هذا الخط، وأن تكون بدائل أخرى تعوض عن الموضوع التركي. تركيا لديها الكثير من المصالح في العراق، لا أعتقد أنه من مصلحتها أن تسير بهذا الطريق الذي يؤثر على العلاقات سلبيا كثيرا. هي محتاجة إلى طريق ممر التنمية، ونحن غدا إن شاء الله سوف يكون مؤتمر العراق هذا الطريق. هناك ممرات لأنابيب طاقة لنقل النفط والغاز من هذا الطريق إلى تركيا فأوروبا، فإذا كانت تركيا تتحجج بأن غير قادرة على التصدير، هذا يثبت عدم كفاءتها للانخراط بهذا الطريق، وبالتالي عدم كفاءتها لأن تكون طريق بين آسيا وأوروبا. فأعتقد هذا الموضوع يؤثر عليها من الناحية الاقتصادية. لابد أن يكون الأتراك منصاعين للقانون الدولي، أن يلتزموا بدفع الغرامات التي عليهم، وأن يستأنفوا تصدير النفط بأسعار السوق، ولا أن يتم الضغط على بعض الأطراف في العراق من أجل الحصول على أسعار نفط لا تساوي 5 القيمة الحقيقية له. طيب، وبالنسبة لاستمرار توقف صادرات نفط العراق أستاذ وفاء، هذا الموضوع جعل أن هنالك كمية مفقودة في السوق العالمية، وهذه الكمية تتراوح من
400 إلى 450 ألف برميل يوميا. ماذا يعني ذلك الرقم؟ يعني هل هنالك تأثير أيضا على المستوى الخارجي؟ هو الرقم 400 ألف برميل أو 420 ألف برميل لنفط الإقليم، وزائدا 80 ألف برميل كان من حقوق كركوك أيضا كانت تذهب عبر هذه الأراضي، يعني بالمجمل 500 ألف برميل، وهذا رقم كبير يعني يؤثر. نعم يؤثر على الدول الخارجية أيضا. طبعا دائما الدول الناجحة المصدرة للنفط دائما تفتح لها بدل أبواب كثيرة، ولهذا العراق الآن هو يركز أيضا على حتى خط البصرة العقبة، وهناك أيضا بديل آخر، يعني هناك أيضا بديل آخر، يعني يستطيع الحكومة العراقية أن تستخدم نفط الإقليم للاستهلاك المحلي، المشتقات للنفط من الاستهلاك المحلي، والباقي العراق يستخدم باليومية أعتقد 700 ألف برميل استهلاك محلي للغاز والبنزين والغازوايل وإلى غيرها. وأيضا لا ننسى أن العراق سيكون بلد طاقة وسيزيد إنتاجه، ومن هناك أيضا سيتم نقل الغاز، وتركيا الآن هي أيضا تطمع بنقل الغاز خاصة الموجود في حق الكورمول في شمشمال، اللي هو يعتبر حق الغازي كبير جدا وهو يطمع. ولكن لا ننسى أن الجانب التركي كان يأخذ على كل برميل نفط 3.5 دولار عندما كان يصدر الإقليم نفط، لأن الإقليم كان وضعه شوية محرج. الإقليم كان لم يكن دولة، وكانت الشركات تشترط عليه وتبتزه، وحتى الحكومة العراقية كانت تقدم دعاوي كثيرة ضد الإقليم، ولهذا كان الإقليم مضطر إلى بعض أن مثلا كان يعطي بالبرميل 3 دولار. الان شركه سومو لا تعطي اكثر من 1.5 دولار بهذا السعر الحقيقي، والاتراك اي بهذا من كل برميل نفط يتضررون 2 دولار، يعني هذا ايضا ضرر اخر يجب على الجانب التركي. ولكن في نهايه المطاف الاتراك سوف يخضعون وسوف يضطرون على هذا الموضوع حسب اعتقادي، وسوف يقتنعون بشروط الجانب العراقي، لانهم هم ايضا متضررين، وايضا يطمحون بأن يكون إرسال الغاز الطاقة الكبيرة أيضا من الأراضي التركية. طيب في هذه الحالة دكتور هيثم، يعني نتحدث عن استمرار تركيا للتجاهل واتخاذ الملف كورقة ابتزاز، هل راح يدفع العراق بأن يفكر بصورة جدية بالبدائل، بدائل لخطوط النفط كخط بانياس السوري أو خطوط الخليج، لما تحدث عن خط بانياس اللي يحتاج إلى بعض الإصلاحات، أم أن تركيا راح تتعامل بمبدأ أن اتفاق بغداد وأربيل لم يكن له دور في هذا الموضوع ولم يؤخذ لها رأي؟ الحقيقة أنه الأتراك لديهم ضيق أفق بهذا الموضوع، لأن العراق إذا أوجد خط بديل وبدأ بالتصدير منه أعتقد من الصعوبة بمكان أن يعود إلى استئناف التصدير من الموانئ التركية. نعم، وهذا سيزيد الضغط على الاقتصاد التركي وسيحرم تركيا من أرباح كبيرة وهي اقتصادها هش. كمان العراق يمتلك أوراق ضغط أخرى مثل حجم التبادل التجاري مع تركيا، ربما يفوق 16 مليار دولار سنويا. معامل تركيا موجودة على الحدود تقوم بتصدير البضائع للعراق، بإمكان العراق أن يفرض ضرائب ورسوم بالمقابل وأن يقوم بحماية المنتج الوطني وتعطيل الاستيرادات أو تقليلها. بإمكان العراق أن يتأنى في موضوع طريق التنمية ويحرم تركيا من الكثير من الفوائد. العراق بلد نفطي وتركيا لا تمتلك نفط ولا غاز، بالتالي بحاجة لأن تمر الطاقة منها، بحاجة أن تستثمر في ممرات الطاقة التي تصل من جنوب العراق إلى تركيا بطريق التنمية، أيضا بحاجة لواردات النفط المصدر من كردستان أو من العراق إلى الموانئ التركية. إذا استمروا بهذا المنهج سيضطر العراق لتغيير مسار التصدير، وإذا تغير مسار التصدير لن يعود حتى بعد سنوات إلى الموانئ التركية. طيب يعني لما هذا الموضوع راح يكون عدم تصديره إلى بعد سنوات كما تفضل الدكتور هيثم، في هذه القضية أستاذ وفاء، لما تكون كل هذه الأمور واضحة، أطراف داخلية وأطراف خارجية تتأثر بهذا الموضوع، ما هي سبل ومسالك الحل برأيك؟ أعتقد باعتقادي أن سومو يعني فشلت في تصدير نفط إقليم يعني شهرين، من أي ناحية يعني؟ حاليا ملف النفط كاملا
سلم إلى شركة سومو. شركة سومو حاليا هي المسؤولة عن بيع نفط إقليم كردستان من أي جهة تريدها. لا ليش فشلت؟ شنو وجه الفشل بهذا المبرم الموضوع؟ الاتفاق المبرم أن الإقليم يسلم النفط كامل مقابل أن الموازنة يعطي حصة الإقليم 12.67. ولا ننسى أن هذا الاتفاقية هو جزء من تقرير من تشريع قانون النفط والغاز اللي إحنا حاليا بلمسات الأخيرة لتشريع قانون النفط والغاز. يعني تشريع قانون النفط والغاز أعتقد سيني جميع هذه الخلافات. أنا أعتقد حاليا لا يوجد خلاف بين بغداد وأربيل. أربيل وبغداد اتفقوا وأربيل التزم كاملا وسلم النفط كاملا، ونحن خلال شهرين كاملين لم نصدر ولا بربيل نفط وسلم النفط. إذن الآن الضرر الكبير يوميا 35 مليون دولار ضرر يقع على الحكومة على الموازنة العراقية، الضرر العراقية، لأن الحكومة العراقية هي ملتزمة بإعطاء رواتب إقليم كردستان حتى وإن لم يصدر نفط إقليم كردستان أو يصدر نفط إقليم كردستان. يعني إحنا لا ننسى يقدمونه. بالمناسبة يعني هذه الدعوة إحنا لا ننسى هناك دعوتين في محكمة باريس، دعوة من 2013 إلى 2018، ومن 2018 هناك دعوة أخرى إلى 2022، والعراق طالب بتعويضات 33 مليار ومن ثم 25 مليار تعويضات، يعني بالكل إجمالية طالب 58 مليار دولار تعويضات. ولكن بالدعوة الأولى اللي هي لحد 2018 العراق كسب فقط نقطة واحدة، يعني محكمة باريس يعني أعطت الحق لإقليم كردستان كونها كيان شرعي سياسي موثوق. يعني قصة النقل والاستخدام والتخزين والوصول لأي جهة مسموحة، ولكن التحميل ليس له مسموح حسب الاتفاقية اللي أبرم في عام 1973. هذا يعطي الحق فقط للجانب العراقي. ولهذا هناك دعوة أخرى، تركيا طالبت من العراق بأن تلغي هذه الدعوة الأخرى، ولكن أعتقد أن العراق لم يخضع لهذا الموضوع. وكما قال الأخ، نحن والآن موقف العراق هو أفضل من موقف تركيا. لماذا؟ لأن ما دام هناك طرق أخرى وبدائل أخرى، وسيكون بدائل أخرى، صحيح هو تأخر الموضوع، كان المفروض يعني خاصة طريق كركوك بانياس، أنا أعتقد قالوا بأن الضرر سيصلح خلال شهر واحد، ولحدنا لم يصلح هذا الشهر، ونحن ننتظر هذه البدائل لكي يستفاد. يعني مو قليلة، 500 ألف برميل نفط يوميا، هاي مو قليلة. يعني أكو دول كبيرة طيب. مثل ليبيا تنتج 1,500,000 برميل. طيب دكتور هيثم، يعني يشير الأستاذ وفاء إلى أنه فشل شركة سومو، هسه أريد نوضح أنه شنو أكو هيك شيء رصدت حضرتك بعدم تعامل هذه الشركة بشكل مناسب، وكذلك شنو الخيارات اللي راح يركز عليها العراق إذا ما استمر هذا الانقطاع لصادرات النفط، يرسل هذا النفط يرسل عبر الصهاريج، أم الاتفاق مع الأردن لزيادة كميات المصدرة، أم الاتجاه نحو موانئ البصرة، شلون راح تكون المسالك؟ العفو أستاذ أحمد، أنا لا أستسيغ كلمة فشل. الحقيقة الفشل فيما لو قام العراق ببيع النفط إلى تركيا ب 19 دولار وهو فوق 70 دولار، يعني هذا الفشل الحقيقي، يعني أن تربح تركيا 52 دولار على البرميل الواحد، يعني هذا سرقة ونهب، ولا أعرف تصنيفها بأي تصنيف حتى لا توضع في خانة الفشل. العراق بإمكانه أن يقوم بتحويل النفط عبر الشاحنات إلى الأردن، بإمكانه إصلاح خط بانياس إلى سوريا، بإمكانه نقل الجنوب وتصديقه، ولكن حتى هذا التخفيض قد يكون التخفيض بصالح العراق، لأنه الآن الفدرال الأمريكي يقوم برفع أسعار الفائدة ويرفع نسب التضخم، بالمقابل تقوم أوبك بلس بتخفيض كمية النفط المنتج، وما أدى ارتفاع أسعار النفط، فبالتالي حجب هذه الكمية هو أيضا يعود على العراق بفائدة بارتفاع أسعار النفط اللي تجاوز 77 دولار، وربما في الموسم القادم تتفق أوبك بلس أيضا على تخفيض جديد لحصة الدول المشتركة بها من النفط المنتج. بإمكان العراق أن يعتبر هذه الحصة من الإقليم هي نسبة التخفيض وأن يستمر بمعدلاته. بالمقابل الحكومة العراقية ملزمة بدفع 900 مليار دينار عراقي رواتب مواطني الإقليم، لأنهم مواطنين عراقيين، وبالتالي هي مسؤولة عن رواتبهم وعن صرف هذه الرواتب وتأمين معيشتهم وحياتهم اليومية. ولكن الأمور لا تحسب بأنه أنا كل ما أصدر أربح، أحيانا يكون عدم التصدير هو ربح. والحقيقة في هذا التوتر والحرب شبه غير المعلنة بين أوبك بلاس والولايات المتحدة،
هي تقوم برفع قيمة الدولار عبر رفع أسعار الفائدة، وأوبك بلاس تقوم برد بتخفيض المنتج. كل تخفيض يصبح في صالح العراق باعتباره عضو في أوبك بلاس وليس جزءا من الاقتصاد الأمريكي. فبالتالي حتى هذا التخفيض مع ارتفاع الأسعار من يومين ومستمر إلى الآن يتم التعويض، وإذا أصدرت أوبك بلاس تخفيض جديد بإمكان العراق أن يقدم مستندات وثائقه بأنه أصلا لديه تخفيض 400 ألف برميل ويحتفظ بحصته. طيب العراق إذا تقدم بهذه المستندات أستاذ وفاء، ليش ما نروح إلى خيار آخر، إمكانية أن يرسل العراق وفد فني للوقوف على الأسباب اللي تتحجج بها تركيا؟ الخط يحتاج إلى إصلاحات، انتخابات رئاسية وغيرها. لا طبعا احنا متأكدين ان تركيا كلها تحجج، هي تتحجج وتريد ان تعود على نفس الاتفاق المسبق كما قلت، هي كانت تستفيد كثيرا. وهنا يعني انا يعني دائما اؤكد على شيء، بان اقليم كردستان اضطر الى بيع النفط بهذه الطريقه والى ابرام العقود بهذه الطريقه، لانه احنا لا ننسى اقليم كردستان، ولو هو هذا مو خارج عن سؤالك، لماذا السؤال هو لماذا اصدر الاقليم صدر الاقليم النفط عفوا لماذا صدر الاقليم النفط في شهر الثاني في عام 2014 قطعت الموازنه الميزانيه كامله عن اقليم كردستان بقرار سياسي من حكومه السيد مالكي في الشهر الثاني، وفي الشهر السابع صدر الاقليم النفط، لان الاقليم لم يكن له لا رواتب، كل شيء ما كان عنده، ولهذا اضطر الاقليم كما قال السيد محمد الشيح السوداني قبل شهر في مقابلة تلفزيونية في قناة الجزيرة، قال أن الإقليم كان مضطرا لإبرام هذه العقود، والشركات ابتزت الإقليم، ابتزت للإقليم، لأن الحكومة العراقية كانت تضغط على الإقليم وكانت تقدم الدعاوي في تكساس وفي هولندا وفي باريس وفي كل المحاكم، كانت تضغط على الإقليم يعني ولن تتفق هذا الاتفاق المبرم حاليا. السيد محمد الشياع السوداني، الحكومات السابقة لم تلجأ إلى هذا الاتفاق مع الإقليم، كان هدفنا من تصدير الإقليم هو أن نستطيع أن نعطي الرواتب إلى موظفين إقليم كردستان. ولا ننسى دخلنا حرب إرهابية مع داعش 4 سنوات ولاجئين 2 مليون نسمة، ولهذا نحن إن كانت هذه العقود هي عقود يعني لصالح الشركات، صحيح هي مو عقود يعني لصالح الإقليم، فهذا كان اضطرار من الإقليم، حالة اضطرارية. نعم أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ وفاء كريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، حدثتنا عبر سكاب من أربيل، والشكر الكثير حضرتك الدكتور هيثم الخزعلي الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي ضيفا كريما. وننتقل إلى الملف الآخر بعد الفاصل، نتابع مشاهدي الأحبة. حياكم الله مجددا مشاهدينا الاحبه في هذا الملف، ورحب بضيفي الكريم الدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعه النبأ للدراسات الاستراتيجيه. اهلا بك دكتور ضيفا كريما. نتحدث عن الجمهوريه الاسلاميه اللي ابدت استعدادها لزياده مستوى التعاون مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، وهذا التعاون نسال هنا هل راح يكون مشروط بالالتزام بالحقوق والواجبات المنصوص عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أستاذ أحمد، تحية لمشاهديكم الكرام. لعل هذا الأمر هو إعلان متكرر من قبل الجمهورية الإسلامية باستعدادها للتعاون مع المنظمة الدولية، منظمة الطاقة الدولية، التي ما يؤسف له أنها خضعت في مرات عدة إلى ضغوطات، تحديدا الضغوطات الأمريكية، وأيضا هي لم تشر إلى ما قامت به أمريكا من عقوبات بذريعة الملف النووي على الجمهورية الإسلامية. هذه العقوبات التي هي
غير قانونية وأيضا غير إنسانية. الجمهورية الإسلامية دائما ما كانت تؤكد بأن ملفها النووي هو ملف سلمي، بل إنها لربما والأكيد إنها البلد الوحيد في العالم التي يوجد فيها فتوى من أعلى سلطة دينية وهو قائد الثورة الإسلامية الذي يحرم امتلاك القنبلة النووية فضلا عن استخدامها. وبالتالي الجمهورية الإسلامية برسائل إيجابية مستمرة هي تتعاون مع منظمة الطاقة الذرية بما يحفظ حق الجمهورية الإسلامية بامتلاك الطاقة النووية السلمية بالاستخدامات السلمية، والتي أيضا أعلنت الجمهورية الإسلامية، وهذا أيضا المرة الأولى يعلن والبلد الوحيد في العالم الذي أعلن بأنه على استعداد أن يتعاون ويضع ما توصل له من قدرات ومن خبرات ومن إمكانيات في خدمة كل بلدان العالم باستخدام الطاقة النووية السلمية. هذا الأمر هو الذي أزعج الولايات المتحدة، والتي هي تجد بأن امتلاك الطاقة النووية السلمية من قبل الجمهورية الإسلامية وأيضا من قبل دول تقدمها الجمهورية الإسلامية لها كخبرات وكإمكانات يجعل من أمريكا ضعيفة التأثير والتحكم في العالم. ولهذا كانت العقوبات، هذه الرسائل التي صدرت من الجمهورية الإسلامية نحو منظمة الطاقة هو تأكيد على المنهجية السلمية وعلى منهجية التعامل وأيضا على الوضوح بالتعامل، والأمر الأهم هو تأكيد على سلمية البرنامج النووي الإيراني. هذا التأكيد يتحدث عنه دكتور، يعني لما يكون أكو تأكيد إيراني يأتي عقب ادعاءات إسرائيلية بأن طهران تفكر في إنشاء موقع نووي تحت الأرض على عمق 328 قدم، في أي الخانات يمكن اعتبار هذه التصريحات أن تصب في اتجاه معين؟ هذه إجراءات تقوم بها الجمهورية الإسلامية لحماية المنشآت التي تتطلبها إنتاج الطاقة النووية السلمية، لأن هذا الأمر مستهدف كإمكانية وكاقتدار علمي وتقني يخدم الجمهورية الإسلامية ويخدم الدول الصديقة لها. هذا الأمر مستهدف، والكيان الإسرائيلي هو بلد لا يلتزم بالقوانين الدولية، وبلد يمارس العدوان بذرائع شتى، وهو بلد قصف مثل ما حصل مع العراق في عام 81، قصفوا مفاعلا نوويا سلميا ولم يرضخ ولم يلتزموا بالقانون الدولي. الكيان الإسرائيلي يريد أن يخلق ذرائع أو يطلق إعلانات لمقدمات عدوان. هم يعرفون بأن الجمهورية الإسلامية ليس سهل العدوان عليها، هذه الأمور تدركها أمريكا ويدركها الكيان الإسرائيلي، أنه الضربة للجمهورية الإسلامية لا يمكن أن تكون دون رد، والرد يكون موجع، هذا ما تؤكده مراكز الدراسات والبحوث الأمنية والعسكرية الأمريكية والإسرائيلية. بالتالي إجراءات الجمهورية الإسلامية الطبيعية لحماية المنشآت من عدوان سواء كان أمريكي أو إسرائيلي هي أمور طبيعية. الآن ما تطرق يعني الماكينة الإعلامية الصهيونية بأن مفاعلات نووية جديدة وعلى أعماق كبيرة، هذه كلها للتهويل. وأيضا لابد أن نذكر بطريقة التعامل، إيران البلد الوحيد بالعالم، ولربما هذه العبارة قلتها أكثر من مرة على اعتبار أنه هذه هي الحقائق لابد أن تذكر، هي البلد الوحيد بالعالم الذي قدم معلومات عن منشآته النووية إلى مؤسسة الطاقة الدولية بصورة طوعية وليس بصورة إجبارية. فبالتالي الذرائع، لأن أكو حديث عن مساعي أو تصعيد إسرائيلي يراد منه أن تكون هذا الأمر هو ذريعة لعدوان. الكيان الإسرائيلي لديه مشاكل داخلية، وفي الحسابات الأمنية والعسكرية هنالك من يشير إلى أنه واحدة من مخارج هذه المشاكل الداخلية الإسرائيلية هو أن تمارس عدوانا سواء كان على الجمهورية الإسلامية أو على بلد آخر، وإن كان هي لم تحتاج مثلا للعدوان على الفلسطينيين إلى أن تقول أن الفلسطينيين مثلا مفاعل نووي،
لكن هم يريدون حربا كبرى يخلصون من مشاكلهم، يريدون أن يغلفوا هذا الأمر، والرفض الدولي للعدوان ولمساعي الحرب بأن هذا الأمر يرتبط بما يسمى بالملف النووي الإيراني. لكن حقيقة موانع هذا الشيء كبيرة. المانع الأول والأساس أنه ما يدركه الكيان الإسرائيلي من قدرة إيران على حماية نفسها وحماية منشآتها، وبالتالي هذا هو ليس أكثر من تهويل، يراد منه إثارة، وأيضا يراد منه الضغط أكثر على الأمريكان الذين أدركوا بأن العقوبات الأخيرة التي فرضها ترامب هي كانت غير مجدية، وأيضا سببت إشكاليات لأمريكا أكثر مما سببت إشكاليات إلى الجمهورية الإسلامية التي تضررت على المستوى الإنساني كثيرا. وبالتالي هنالك رسائل من إدارة بايدن تقول بأن لابد أن يكون اتفاق في نهاية المطاف مع الجمهورية الإسلامية لإنهاء هذا الأمر. إسرائيل أكثر من مرة وقالت هذا الأمر وأعلنته ليس من مصلحتها، وهي ترفض أن يكون هنالك اتفاق يرسخ السلم والأمن في المنطقة وفي العالم يكون طرفيه الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة من خلال مجموعة 5+1 أو من خلال اتفاق جديد. طيب التصريحات نتحدث عنها دكتور هاشم والرسائل المتقابلة اللي تأتي عقب متغير مهم هنا رصدناه، هو مخرجات مجموعة 7 اللي عبرت في اجتماعها المنعقد في اليابان عن قلقها العميق من تصعيد إيران لبرنامجها النووي بلا هوادر بهذا المعنى. أنا قلت هذه الاستجابة للضغوط، مرة أمريكية مرة ضغوط من الكيان الإسرائيلي، أحيانا الكيان يضغط على أمريكا وأمريكا تضغط على هذه الدول في مؤتمرات معينة لإرسال هذه الرسائل. ما تقوم به الجمهورية الإسلامية هو أمر طبيعي بأنها تطور قدراتها على مستوى نسبة التخصيب على مستوى الكميات، وهذا أمر حقيقي. ثم المسألة الأساسية، الاتفاق الذي جرى والتزمت به الجمهورية الإسلامية نقضه الأمريكان، فبالتالي عندما نقض الأمريكان كل الاتفاق أصبحت الجمهورية الإسلامية في حل من مسألة نسبة التخصيب أو مسألة الكميات، فبالتالي هي تسعى لأن تنطلق ببناء البرنامج النووي السلمي وجعله يكون حاضرا في القطاعات الصناعية الزراعية الطبية، وهي حققت نسبة من التقدم بدرجة كبيرة. لكن ما يروجه من يسير في فلك الماكينة الإعلامية الإسرائيلية الأمريكية هو المخاوف من البرنامج عسكري، بينما لا أحد يتحدث عن أكثر من 200 رأس نووي تمتلكهم إسرائيل، وربما الآلاف من الصواريخ والقنابل النووية تمتلكها أمريكا، وهي الدولة الوحيدة التي استعملت هذا الأمر، بينما الجمهورية الإسلامية هي صاحبة التأكيد الأكبر والإعلان الأكبر والتوثيق الأكبر مع المنظمة الدولية بأن هذا البرنامج هو برنامج مدني، برنامج سلمي والاستخدامات السلمية. هنا نتحدث عن البرنامج المدني استخدامات السلمية، هنا نسأل دكتور يعني هل فقدت الأطراف المتهمة لإيران بأن برنامجها النووي برنامج غير سلمي، برنامج يخلو من هذه المجالات، ولكن الأدلة والشواهد على إثبات خطره لم تثبت لحد الآن، يعني ذهبت لتوسعة التصورات غير الواقعية في هذه الأنشطة النووية؟ لا، بالنسبة للغرب بصورة عامة، الأمريكان وحتى الكيان هم متيقنون ويعرفون جيدا بأن البرنامج النووي هو برنامج سلمي وأيضا استخدامات سلمية، وأيضا يدركون جيدا بأن حتى اليوم مسألة من يمتلك القنبلة النووية مجالات استخدامها في الظروف الدولية وفي الظروف الحالية هي أقرب إلى الاستحالة، هذا أمر ما ممكن، فخرجت هذه القدرات. لكن هم لا يحاربون امتلاك سلاح بقدر ما يحاربون امتلاك قدرة. هم لا يريدون لإيران التي ترفض الهيمنة وترفض القطبية الأمريكية وترفض الاحتلال الإسرائيلي واغتصاب الأراضي واستعباد الشعوب واستعمارها،
لا يدون لهذا البلد الذي هو بشعارات المقاومة والرفض للاستبداد والاستكبار والاستعمار أن يمتلك القدرات وأن يكون عونا للشعوب المستضعفة في مواجهة القوى الاستكبارية. هذا الأساس، وبالتالي هم لا ينطلقون من منطلقات إبعاد سلاح بقدر ما هم يريدون أن لا تكون هنالك قدرة وامتلاك قدرة، لأن انعكاس هذا الأمر في المجالات الصناعية وفي مجالات غيرها هو الذي يعطي لإيران القوة. مثلا استخدام إيران لجزء من هذه القدرات في إنتاج الطاقة الكهربائية جعلها من أكثر البلدان قدرة على إنتاج الطاقة وأيضا على تقديمها واستثمار هذا الأمر. فبالتالي هم يعرفون جيدا بأن الأمر لا يتعلق ب شيء عسكري بقدر ما هو يتعلق بالقدرات وبالإرادة التي تنعكس إرادة على إرادة الشعوب في رفض الاستبداد والاستكبار. احنا كان يفترض ان ينضم معنا الدكتور عباس خاميار الباحث الأكاديمي من طهران عبر سكايب، ولكن العاصفة الترابية اللي تضرب بغداد حاليا يعني حالت دون انضمامه الينا بشكل واضح، وايضا لسوء النت يعني من المصدر يعني من الضيف نفسه. وأيضا هنا نتحدث دكتور عن تأكيد طهران بأن برنامجها النووي السلمي واستعدادها للتعاون بما يحقق شفافية التعامل، هل يمكن اعتبار هذه الرسائل غير المباشرة بأنها مساع للتوصل إلى صيغة أولية لنص اتفاق نووي جديد أو يحيي ما كان قديما؟ تعرفون ويعرف الجميع بأن من انقلب على الاتفاق السابق الذي جاء بعد مفاوضات امتدت إلى أكثر من 10 سنوات هم الأمريكان، إدارة ترامب تحديدا، وحتى الأطراف الأخرى هي كانت رافضة لهذا النكوص الأمريكي عن الاتفاق. الجمهورية الإسلامية حتى عندما كان عقوبات بعد ذلك وثبت فشل العقوبات الجديدة، كان هنالك رسائل مع وصول بايدن قبل تقريبا أكثر من 3 سنوات بقليل، كان هنالك رسائل بأنه أمريكا تريد إحياء إعادة الاتفاق بشروط جديدة. الجمهورية الإسلامية رفضت أن تكون هنالك شروط واشتراطات تقلل من القدرات ومن إمكانية استثمار الطاقة السلمية من قبل الجمهورية الإسلامية، هذا أولا. وأيضا الجمهورية الإسلامية طلبت ضمانات حقيقية حتى لا يكون بين فترة وأخرى اتفاق تتخلى عنه أمريكا ويكون هنالك نكوص. كل الالتزامات السابقة بما يتعلق بالاتفاقية التي عقدت في عام 2015 ما بين إيران ومجموعة 5+1 التزمت بها الجمهورية الإسلامية بشكل كبير جدا، لكن الطرف الآخر وتحديدا الأمريكان لم يلتزموا بأي شيء وبعد ذلك انقلبوا على الاتفاق. بل هذا الأمر لربما حتى أوساط شعبية وسياسية في الجمهورية الإسلامية كانت لهم ملاحظات على الرئاسة السابقة الرئيس روحاني وإدارته بأنهم ذهبوا بعيدا في التطبيق وجعلوا الأمريكان ينقلبون عليهم دون أن يحققوا الضمانات الحقيقية، مع وجود تحذيرات كانت بأن الأمريكان غير مأمون الجانب ولا يلتزمون بعهود وبمواثيق، وهذه التحذيرات صدرت في حينها من قائد الثورة الإسلامية. فبالتالي إيران هي تؤكد موقف ثابت، موقف واحد، التزامها بسلمية برنامجها، التزامها بالتعامل بالشفافية الكاملة، بل هي تدعو إلى التعاون مع المنظمة الدولية، هذا الالتزام، ولكن على أن يكون هنالك التزام حقيقي بالكامل، وأيضا على أن لا يعاقب الإنسان الإيراني، الشعب الإيراني من قبل أمريكا بذرائع غير حقيقية. نعم، هذا الالتزام سواء من طهران تجاه بقية الدول أو من الدول اتجاه طهران، الوصول لتسوية فنية للملف النووي الإيراني، هل يمكن اعتباره البوابة لحل الخلافات السياسية بشأن هذا الموضوع، وهل أن العكس صحيح؟ الحديث كثير عن الجوانب الفنية، لكن حقيقة الأمر المشكلة ليست مشكلة فنية. المشاكل الفنية لم تكن عائقا سابقا، كانت المشاكل الفنية ذرائع لربما أو جزء من الضغوطات التي تمارس، لأن في الأصل الجمهورية الإسلامية هي تتعامل وتنفذ برنامجا سلميا
حدود هذا البرنامج السلمي بإمكانياته بقدراته بما تتعلق ذكرت أنا مسألة نسبة التخصيب وكمياته. هذه أمور تناقش وهي ليست مشكلة لا تستغرق لا وقتا طويلا وليس فيها نقطة خلاف كبيرة على اعتبار ما تحتاجه الجمهورية الإسلامية لكل الأمور المدنية والسلمية هو ضمن القانون الدولي وضمن ما تحدده منظمة الطاقة الذرية. ولكن ما يريده الطرف الآخر وهم الأمريكان وتدفع بهم أيضا جهات أخرى في مقدمة إسرائيل أنهم يتذرعون بهذا الأمر لإضفاء عقوبات على الجمهورية الإسلامية، ولهذا هم يقولون أولا بعدم سلمية هذا الملف، يطلقون مخاوف وتشكيكات ويصورون أنه مسعى عسكري وليس مسعى مدنيا حتى يعطوا غطاء ومبررا لما يمارسوه من عدوان سواء كان بالعقوبات أو بالتهديدات أو بالتصريحات. فبالتالي المشاكل الفنية هي في أغلبها متفق عليها، وما جرى عليه الاتفاق في 2015 كان بتحديدات كبيرة جدا بتعاون كبير، بل أكثر من هذا أنه جزء من الكميات التي خصبتها الجمهورية الإسلامية كانت حتى عرضتها أن تكون في خدمة البحث العلمي بإشراف منظمة الطاقة النووية. ولكن كما قلت الأساس بأن أمريكا والكيان الإسرائيلي الذي يدفع بها تريد لهذا الملف أن يبقى ملفا سياسيا لإضعاف الجمهورية الإسلامية ولإخضاعها وبالتالي إخضاع كل الدول التي تقف اليوم في محور يرفض الهيمنة والاستبداد ويريد عزة الشعوب في مقابل ما تريده أمريكا بإركاع الشعوب واستعبادها. أنا أشكرك شكرا جزيلا الدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبل للدراسات الاستراتيجية، أثريت الحوار في هذا الملف، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.